يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. من جديد رجعت لكم بسلسلة القصة، السلسلة اللي نتكلم فيها عن قصص الممثلين والممثلات وعن اهم اعمالهم. وبطلنا لهذا اليوم راح يكون النجم الكبير والمظلوم في اعين الكثير من البشر، جيك يالنهال او جيك جيلنهال. وبقول لكم ايش سالفة اسمه، وليش في ناس يقولوا له جيك يالنهال، وليش في ناس يقولوا له جيك جيلنهال. دخل عالم السينما في سن مبكرة وما كان يدري اصلا ايش يعني سينما، حرفيا خرج من بطن امه لقي نفسه في احد مواقع التصوير. وبنعرف اكثر عن هذه السالفة بعد شوي. درس الفلسفة في الجامعة وتركها قبل ما يتخرج، ولما وصل الى سن 20 تقريبا اجبروه اهله انه يشتغل في وظائف عديدة علشان يبني نفسه ويتعلم كيف يعتمد على نفسه. ولما نجح وسطع نجمه في عالم السينما والتلفزيون ابحر وصار خيار مثالي لكثير من المخرجين وشركات الإنتاج. تم تصنيفه في قائمة الممثلين الأكثر موهبة وظرافة ووسامة وأكثر عازب يرغب في مواعدته النساء. أما هو صراحة راعي نسوان، الولد لعاب. فتعال اليوم عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة وخلونا نتكلم عن الممثل الأمريكي من أصول سويدية جيك يالنهال. فيديو اليوم يا جماعة برعاية تطبيق الموفر، واللي حرفيا له من اسمه نصيب كبير جدا، لانه راح يوفر عليك كل مشترياتك اللي راح تاخذها من الانترنت. بدل ما تشتري وتصرف فلوسك كذا عشوائي من دون ما تحصل على اي خصومات، حمل تطبيق الموفر واستخدم كوبونات الخصم اللي عنده لأشهر الماركات والمتاجر العالمية، ووفر لك كم قرش وخليها بجيبك. أنا ما راح أغوص عليكم كثير ولا شيء، خلونا الحين أنا وأنتم سوا نروح ناخذ لفة داخل تطبيق الموفر علشان أوريكم قد إيش هذا التطبيق راح يفيدكم كثير في عملية التسوق داخل الانترنت أو داخل التطبيقات المشهورة اللي نعرفها. تجي يا حبيبي تفتح التطبيق بكل بساطة جدا، شوف إيش أفضل المتاجر الموجودة عندهم. عندك نون، عندك ستايلي، فيسز، أديداس، سبلاش، لاكوست، علي إكسبريس، أمازون، بلا 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 بلا. تخش على نون مثلا بيقول لك خذ يا حبيبي عندك خصم 10%، اعرض الكود انسخه على راحتك. حرفيا اكواد الين تقول امين. ولو ترجع على الصفحة الرئيسية وتضغط على كلمة كوبونات بيجيب لك العروض اللي موجودة حاليا عندهم. يجي مثلا عند ستايلي يقول لك يا حبيبي عندنا خصم ثابت 50%، بيقول لك هذا الكود تضغط عليه نسخ، بيوديك مباشرة على المتجر وتبدأ تستخدم الكود اللي انت نسخته من دون اي لف ودوران. نفترض انك انت استخدمت الكوبونات وامورك في السليم وعشرة على عشرة، ولكن تبغى غيرك يستفيد. عندك واحد من اصحابك يبغى كود، عندك احد من اخوانك او من عائلتك يبغى يستفيد من اي كوبون. نفترض انه راح يتسوق من امازون، تضغط على علامة المشاركة، مشاركة يا حبيبي ونسخ، وتروح تلصق له او تسوي له مشاركة مباشرة على التطبيق اللي تبغاه تشاركه من خلال. فيب للأمانة تطبيق جدا ممتاز وراح يوفر عليكم كثير، مثل ما قلت لكم الموفر راح يوفر عليكم فلوسكم. فحرصوا يا جماعة قبل ما تتسوقوا من أي ماركات عالمية أو تطبيقات مشهورة إلا وإنتم مستخدمين كوبون من داخل تطبيق الموفر. الروابط راح أحطها لكم في الوصف وتقدروا تحملون التطبيق بكل سهولة من خلالها. يعطيكم العافية. جايكوب بنجامين يالنهال، أو مثل ما عرفناه باسم جيك يالنهال، وهو ممثل أمريكي من أصول سويدية. واسم يالنهال يا جماعة هو في الأصل اسم سويدي، والنطق الصحيح له مثل ما قال جيك نفسه هو يالنهال وليس يالنهال. It's okay، تقدر تقول له يالنهال، تقدر تقول له يالنهال، برضو ما هو غلط، لكن النطق الصحيح للاسم هو يالنهال أو يالنهال. لأن لاحظت كثير منكم لما أقول اسمه في فيديوهات ثانية تقول يا وجيه إيش الاسم يالنهال، اسمه يالنهال، يالنهال ابن حلال. فأتوقع الحين عرفتوا السبب. حلو، وإذا ما أنتم صدقين خد الفيديو ده عندك. يالنهال. Oh, so good. Doesn't this make you feel like it's you're at home with yes, your people? I'm with my people. من مواليد 19 ديسمبر سنة 1980، أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو 41 سنة. وهو ممثل ومنتج أفلام، بدأ مسيرته المهنية داخل عالم التمثيل من يوم كان قد كده. واللي ساعده أنه يدخل مجال التمثيل في سن مبكرة هو أنه أبوه هو مخرج الأفلام ستيفن يالنهال، وكمان أمه كاتبة السيناريو والمنتجة نعومي فونر، وكمان أخته الكبيرة ماجي يالنهال
برضو ممثلة وممكن معظمكم يعرفها. حرفيا يا جماعة الآدمي هذا اتولد في المستشفى، الأب شافه ما شاء الله انت بخير وصحة وعافية، يلا يا ست انا بروح اكمل اخراج الفيلم، اول ما يخلصه جيبي لي اياه في اللفة على موقع التصوير. فعلا يا جماعة الآدمي دخل الى عالم السينما والتلفزيون من اوسع ابوابه من بدري مرة بدري. عموما يا جماعة غير انه من اسرة فنانين وقريبين من عالم الفن السابع، الا انه كمان اسرة يالن هال هي اسرة عريقة ونبيلة في السويد، ولكن للأسف جزء بسيط من هذه الأسرة الكبيرة والعريقة تفكك لأن أم وأب جيك يالن هال انفصلوا عن بعض لما كان عمره 29 سنة. في طفولته درس وتعلم وعاش حياة كريمة وكل شيء كان ماشي معاه على أكمل وجه، بل أنه لما تخرج من الثانوية توجه إلى الجامعة وبدأ يدرس في تخصص الفلسفة، ولكن بعد سنتين قال إيش قاعد أسوي أنا؟ فلسفة مين يا أبويا؟ أنا ممثل، أبويا مخرج، أمي كاتبة، أختي ممثلة، إيش اللي يمنع أني ما أصير ممثل؟ أنا أبغى أصير ممثل، أصلا حبيت مجال التمثيل. فزي ما قلت لكم دخل مجال التمثيل بغير تخطيط، يعني ما راح بحث، هو تولد داخل عالم التمثيل. يعني أبوه كان دائما يأخذه معاه إلى مواقع التصوير لما يخرج أفلامه الخاصة فيه، وبرضه كان يجلس مع أمه في البيت لما يشوفها تكتب السيناريوهات تبع الأفلام أو قصص الأفلام، فتأثر بهذا الجانب من أسرته إنهم ناس قريبين جدا من عالم الفن السابع، وبدأ يميل إلى حب هذا العالم بشكل تدريجي. فضلا عن أنه أبوه كمخرج كان يسمح له يشارك في أدوار بسيطة هو وأخته يوم كانوا صغار، من كتاب كيف توظف ممثلين من دون راتب. وبرضه قدر أبوه بعلاقاته داخل السينما إنه يوفر له فرص بسيطة ما بين فترة وفترة علشان يخليه يجرب نفسه داخل عالم السينما والتلفزيون. وأول مشاركة رسمية لجيك يالن هال داخل عالم السينما كانت في فيلم سيتي سليكرز سنة 1991، يعني لما كان عمره تقريبا 11 سنة. هذا أول فيلم رسمي له، قبلها ترى شارك في أدوار بسيطة كثيرة بس ما كان يذكر اسمه. وفي بداياته كان معروف باسم جايكوب يالن هال، هذا اسمه الحقيقي جايكوب يالن هال، ولكن لما بدا يصير معروف اكثر في عالم السينما والتلفزيون قرر انه يغير اسمه الى الشورت نيم او الاسم المختصر اللي هو جايك يالن هال. مشت اموره في عالم السينما من يوم كان صغير، وبدا حبه يزداد ويكبر لهذا العالم. شارك في اعمال كثيره بادوار بسيطه في بدايته، ولكن سنه 2011 ولما كان عمره تقريبا 21 سنه، هذيك السنه كانت جدا مميزه لجايك يالن هال، لانه قدم اول عمل من بطولته ويستحق الشكر والثناء، واللي زاد وأعطاه شعبية كبيرة في عالم السينما والتلفزيون، وكان في فيلم داني دارك، وهو فيلم خيال علمي وغموض، فيه شوية سفر عبر الزمن على شوية رعب نفسي، وفي أرنب كذا يظهر خيالي عينه مفقوعة، في لحسة مخ في هذا الفيلم. ولكن إذا أنت تحب أفلام الخيال العلمي والغموض واللي فيها شوية لحسة مخ، الفيلم هذا ترى مرة راح تنبسط عليه. لا، والحلو في الموضوع أن أخته ماجي كانت برضو مشاركة معاه في هذا الفيلم على أنها أخته داخل هذا الفيلم. اللي بقول لكم انه فيلم مره ممتاز لا يفوت يا عمي. الفيلم تقييمه على IMDb 8/10، روح تابعه اذا انت ما تابعته للحين. يلا، المهم يا جماعه زي ما قلت لكم بعد هذا الفيلم مؤشر جيك يالن هال صعد وارتفعت نجوميته وصار خيار ممتاز لكل المخرجين وشركات الانتاج. شاب صغير وسيم يعرف يمثل، اموره جدا في السليم، بل انه في سنه 2004 كان على وشك انه ياخذ دور فيلم سبايدر مان. يب، تخيلوا توبي ماجواير اوريدي سبايدر مان ومثل وقدم دور شخصية سبايدر مان، ولكن حصلت له إصابة كانت راح تنهي مسيرته، فقالت سوني يا ابوي احنا ما عندنا وقت، لازم نكمل إنتاج الفيلم، ايش بنسوي؟ جيبوا سبايدر مان جديد. مو مشكلة، طب الناس يعرفوا توبي ماجواير، يا عمي مو مشكلة، جيبوا لنا جيك يالن هال ذا خلوه يوقع معانا ويلا يكمل هو الدور بدل توبي ماجواير. ولكن وفي اللحظات الأخيرة وقبل ما يوقع العقد توبي ماجواير قال اوي انا قمت بالسلامة، اقدر ارجع امثل. والله حلو، يلا يا جيك يالن هال مع السلامة. اللي بقوله لكم انه كان خيار، كان خلاص يعني بيصير هو سبايدر مان بدل توبي ماجواير. يعني في سنة 2005 كان مرشح انه يكون هو باتمان في ثلاثية كريستوفر نولان بدل كريستيان بيل، ولكن بعد الترشيحات وبعد تجارب الاداء وبعد لغوصة كثيرة صارت تم ترشيح كريستيان بيل واستبعاد جيك يالن هال. اقول لك حاجة، كان على بعد قد كده من انه يحصل على بطولة فيلم افاتار سنة 2009، ولكن برضه المخرج في اللحظات الاخيرة قال يا الله لا تحير مسلم، خلاص تعال انت يا سام، يلا معليش يا جيك، حظا اوفر ان شاء الله. وفي سنة 2007 يا جماعة شارك في واحد من اقوى الافلام للمخرج ديفيد فينشر، وبجوار اسماء جدا كبيرة زي روبرت داوني ومارك رافل وغيرهم من الاسماء، في فيلم الجريمة والغموض زودياك. ويحكي الفيلم قصة قاتل متسلل مجهول الهوية ظهر ما بين سنة 1968 وسنة 1983. فيلم اشهر من نار على علم، غالبا بنسبة 99% انت تعرفه، ولا سمح الله وما كنت تعرفه احب اقولك روح تابع، روح تابع يا ابن الحلال،
ديفيد فينشر. ديفيد فينشر ليش تفكر اصلا روح تابع الفيلم. وفي سنة 2011 يا جماعة شارك في واحد من اجمل افلامه بالنسبة لي، تعرفون الوجيه يحب الخيال العلمي ويحب اللغوص ويحب الاشياء اللي فيها تايم ترافل وحوسة كذا. يب انا اتكلم عن فيلم الخيال العلمي سورس كود، واللي يتكلم عن شخص يعلق داخل حقبة زمنية مدتها 8 دقائق ويلاقي نفسه امام تحدي كيف يخرج من الحقبة الزمنية هذه، واللي راح يظل عالق فيها طول حياته. وفي سنة 2012 شارك جيك في فيلم جدا جدا مميز، واشوف واحد من الافلام المظلومة، في فيلم End of Watch، واللي يحكي قصة اثنين اصدقاء شرطيين وملاحقتهم للمجرمين، في جانب درامي وجانب سوداوي جدا مخيف. ولكن أكثر شيء ميز الفيلم هذا ما هو قصته ولا تمثيل جيك الأسطوري جدا، اللي ميز هذا الفيلم إنه تم تصوير معظم المشاهد على طريقة الفلوجات، يعني كأنه واحد من العساكر أو واحد من الشرطيين اللي هو جيك إيلنهال معه كاميرا فيديو ويحب يوثق وظيفته ورحلته في البحث أو القبض على المجرمين. فحرفيا بعض المشاهد لو تسرقها من هذا الفيلم وتنزلها تيك توك الناس بيحسبوها حاجة حقيقية، بقولك ذا مو من فيلم. مرة فيلم جدا جميل، وأفتكر قديش في نهايته تأثرت. طبعا جزء كبير من التأثر اللي وصلت له في نهاية ذاك الفيلم كانت بسبب أداء جيك إيلنهال. 2013 يا حبيبي خش علينا جيك إيلنهال بواحد من أقوى أفلامه بجوار الممثل الكبير هيو جاكمن. ياب عزيزي الوجيه أتكلم عن فيلم بريزونرز، فيلم يجلط يقهر يحرق القلب يجيب الهم يتلف أم الأعصاب، بس فيلم يقلع أم قوة الفيلم المتماسك عن طفلتين يتم اختطافهم وعن رحلة بحث الشرطة عنهم وتدخل أحد الوالدين في عملية البحث. فيلم يعني ما يحتاج أطبل له أكثر من التطبيل اللي قلته لكم، ولكن فيلم جدا نظيف، وأداء هيو جاكمن وجيك إيلنهال يا ساتر بتشوف تمثيل مرعب لدرجة تشك إنه تمثيل. نفس السنة ولنفس المخرج، وفي سنة 2013 شارك جيك إيلنهال في فيلم أنيمي، وهذا الفيلم من الأفلام اللي إلى يومنا هذا ما زال فيه تساؤلات وحوارات عن إيش هو التفسير الحقيقي لنهايته. فيلم يلحس المخ ببساطة، يعني كذا جيك إيلنهال قدم دور شخص كذا مسكين ومسالم وأستاذ جامعي، وفجأة كذا من العدم يظهر شخص يشبه له 100% نسخة لصق. مين هذا؟ وإيش قصته؟ وليش مرة يشبهني كذا؟ ويبدأ يتحرى عنه إيش سالفته وليش فعلا يشبهه كذا بطريقة غريبة. إذا تحب الغموض ولحسة المخ برضه مرة لا يفوتك لأنه رهيب، ولكن اعمل حسابك تراه للكبار فقط. وفي 2014 تجلت عظمة أداء جيك إيلنهال في فيلم نايت كراولر، واللي على كلام ماهر موصلي لو إنه في جائزة أوسكار يقدر يعطيها لأحد عن أدائه في فيلم راح يعطيها جيك إيلنهال عن أدائه في هذا الفيلم. يب لهذه الدرجة ماهر موصلي يشوف إنه أداء جيك في هذا الفيلم مرة خطير. تعرف لما أقول لك في شخص مستعد يسوي أي مصيبة علشان يحقق أهدافه، وما نتكلم عن أي مصيبة، لا نتكلم عن شخص مستعد يستغني عن مبادئه وأخلاقياته وإنسانيته علشان يحقق أهدافه. هذا كان دور جيك إيلنهال في هذا الفيلم، فإذا ما تابعته للحين عيب عليك، صور البوستر وروح تابع الفيلم. وفي 2015 لعب في فيلم ساوث باو القتالي. يا ساتر يا جيك والأداء في هذا الفيلم، يا ساتر والتغير اللي سواه على عضلاته وعلى جسمه. 2015 برضو لعب في فيلم إيفرست، أوكي ما كان دوره رئيسي 100% في هذا الفيلم، بس الفيلم لا يفوتكم لأنه مرة رهيب وراح يخليكم تموتون برد، ومبني على قصة واقعية. 2019 برضو لعب مع مارفل وقدم دور شخصية ميستيريو الغامضة والغريبة والعجيبة، واللي اوكي يعني مارفل معطوها حقها مظبوط، فضلا عن انه جيك إيلنهال في هذه اللحظة اللي اكلمكم واصور فيها هذا الفيديو قاعد يشتغل على اكثر من 10 افلام جديدة راح نشوفها في المستقبل. جيك إيلنهال يا جماعة للامانة ممثل خطير واحب تمثيله، مرة احب تمثيله، من الممثلين اللي ما عجبك الفيلم اللي هو مشارك فيه راح تعجب وتقع في غرام تمثيله وأداؤه المجنون. ممثل للأمانة لو قالوا لك ممثل، جيك إيلنهال ممثل. وبالرغم من انه حظه مع الاوسكار ما زال بريال، الا انه عنده اكثر من 100 ترشيح لجوائز ثانية و36 جائزة حصدها موجودة في غرفته. خلونا الحين نتكلم عن شوية قصص كذا من حياة هذا الانسان. في سنة 2006 يا جماعة لما كان عمر جيك إيلنهال تقريبا 25 سنة، راح هو واخته الممثلة ماجي في اجازة في احد المطاعم والفنادق الشهيرة في كاليفورنيا.
كاليفورنيا، يعني كذا يغيروا جو ويريحوا ايش وينبسطوا بحياتهم. الاجواء وقتها كانت مره عواصف واعاصير وامطار، جو مره كان يخوف، بل انه من شده سوء الاحوال الجويه في شجره طاحت بغت تكسر ام الدنيا وسببت حريق في المكان، وجيك يلن هال كان على وشك انه يموت هو واخته بسبب هذا الحريق، ولكنه قدر انه ينجو ويخرج هو واخته من هذا الحريق. ولكن الحلو يا جماعه انه بعد ما خرج اخته من الحريق هذا رجع ودخل الفندق وجلس يساعد ملاك الفندق انه يخرج الناس والاغراض الثمينه من الفندق. في احد السنوات يا جماعه الولد بدا يصيبه ايش غرور كذا ودلع، ابويا مخرج، امي كاتبه سيناريو، الحمد لله عندنا فلوس كثيره، خليني ايش اعتمد عليهم في اكلي وشربي ومصاريفي. الام والاب قالوا احيه لا يا ولد، بس تعال تعال تعال, تعال انت مسوي مجنون هنا، يلا الله يهينك، الى العمل الى السوق يا بابا ماما ما اعرف روح اشتغل يلا عشان تصير رجال، ناقصينك انت بكره تشغلنا في حياتك ونقعد نصرف عليك لين تموت. لا، وبالفعل تركوه في الشارع خلوه يشتغل، تهبد يشتغل في اكثر من وظيفه، من ضمنها كان يشتغل حارس شاطئ او لايف جارد اللي هو ينقذ الاشخاص اللي معرضين للغرق او عندهم اصابات داخل البحر او في الشاطئ بشكل عام. يقول جيكي لنهار للامانه يعني ما قد صار وغرق احد قدامي وانقذته، ولكن في احد الاشخاص قرصه قنديل البحر في رجله، وكنوع من العلاج اذا قرصك قنديل البحر في رجلك كنوع من العلاج انك تتبول على المكان الله يكرمكم، ويفترض انها راح تطيب. فجيكي لنهار راح وتبول وانتم بكرامه على رجل الرجال وانقذ حياته. والله الكلام هذا موجود في الانترنت مش من كيز. في سنه 2004 لو فاكرين كان في فيلم له مع هيث ليدجر، فيلم اسمه بروك باك ماونتن او جبل بروك باك، يب هو ده اللي ترشح هو وهيث ليدجر عن أدائهم للأوسكار بس ما حد فاز فيها. يا سلام عليكم. في هذاك الفيلم تكونت صداقة جميلة بينه وبين هيث ليدجر، لدرجة انه بعد ما مات هيث ليدجر بالموت المأساوية هذيك قرر جيك يلنهال انه يروح ويكون هو الأب الروحي لابنة هيث ليدجر ماتيلدا، وما زال الى يومنا هذا جيك يلنهال هو الأب الروحي لابنة هيث ليدجر. جيك يا جماعة صديق مقرب من الممثلة ناتالي بورتمان والممثلة برايس دالاس وجينيفر أنستون والممثل القدير ماثيو ماكونهي وراين غوسلينج، فضلا عن أنه في أحد علاقاته الغرامية كان على علاقة مع المغنية تايلور سويفت، علاقة ما طالت يعني اللي نعرف واللي مكتوب في الانترنت واللي صرحوا فيه أنها كانت تقريبا من 3 إلى 4 شهور، يعني ما طولت، ولكن العلاقة هذه كسرت قلب تايلور سويفت بشكل جدا كبير، لدرجة أنها قبل فترة كتبت فيها أغنية، والقصة دي صارت مرة زمان لما كانت تايلور سويفت صغيرة أصلا. للأمانة الموضوع ملغوص، ما حد داري جيك غلطان ولا هي اللي غلطانة ولا إيش اللي صاير بالضبط، ولكن إذا أنتوا تحبوا تايلور سويفت فأكيد أنكم عارفين القصة. وأخيرا يا جماعة، ثروة جيك يلنهال تقدر بحوالي 80 مليون دولار أمريكي، والرواتب اللي يتقاضاها حاليا في أفلامه ما تقل عن 500 ألف دولار للفيلم وتصل إلى 10 مليون دولار عن كل فيلم. شاركوني أفلامكم المفضلة للممثل الرهيب والرائع جدا جيك يلنهال في التعليقات، واشتركوا في القناة يا جماعة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول، والأهم من هذا كله إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك لأنه أكثر شيء ممكن تقدموا للقناة دعما وتظبيطا وحبا و كل شيء حلو. وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، تويتر، انستغرام، كلها بنفس الاسم وجيه اوتو، اكتب وجيه اوتو وراح اظهرك في كل مكان عدا تيك توك اللي للحين ما نعرف ايش اسمي في تيك توك. يعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة، كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.